أهلا بكم مجددا. تجربة التدوين ونشاط الأنترنت في العالم العربي موضوع هذه الحلقة من عين على الديمقراطية. أسماء الغول، نريد يعني أن نتحدث في هذا الجزء وهو الجزء الأخير من الحلقة عن التجارب الشخصية، عن التجارب الشخصية في التدوين. أنت صحفية وعملتي في الصحافة المطبوعة ولديك تجربة في الصحافة وتجربة في التدوين، ويعني أنا استمعت إلى تجربتك في لقاء جمعنا في القاهرة في يناير الماضي. يعني حدثينا عن، ربما بالنسبة لك ككاتبة وصحفية، عن الفرق بين العمل في صحافة مطبوعة والعمل اليوم الحر في صحيفتك الخاصة عبر اللابتوب أو عبر الكمبيوتر من خلال مدونتك. يعني هو السحر بحد ذاته يا أستاذي، بمعنى أن كان على الدوام العمل بالصحيفة، هو عمل يتبع لأوامر وضمن سياسات، و والإبداع فيه محدود طالما أن المحرر يختار لك الأفكار أو لا يؤمن بجرأتك أو لا يؤمن بشجاعتك ويسميها تهورا. مدونتك لا تفعل ذلك أبدا. أنا أؤمن بأن المدونات بحد ذاتها ووسائل السوشيال ميديا هي حيادية، نحن نلونها بما نريد. فهناك من يلونها بالشعر والخواطر، وهناك من يلونها بالحقوق الإنسان، وهناك من يلونها باليوميات. أنا أعتبر أن التدوين هو يجمع ما بين اللغة الصحفية الميدانية واللغة الأدبية في نفس الوقت واللغة الذاتية، وهو بالفعل يعني أتاح لي فرصة كبيرة للتعبير عن ذاتي أكثر ولكسب عدد كبير من القراء، خاصة حين نتحدث عن التابوهات المجتمعية في الوطن العربي، حين نتحدث عن القمع، حين نتحدث عن الحكومات العربية، حين تمر بتجربة سجن أو ضرب وتتكلم عنها وتجد آلاف القراء يشاركونك الرأي أو يعارضونك. في النهاية هناك فعل ورد فعل آني على المدونة يشعرك بالحياة أكثر وأكثر والحيوية، رغم أني أحب الصحافة المطبوعة ولا أستغني عنها. في بعض الأحيان أرسل القدس العربي أو جريدة الأيام لأني أشعر بالحنين للورق، ولكني بصراحة لا أستغني عن مدونتي. يعني طيب، تذكرين أهم، أريد أيضا أن أضيف، نعم كنت أريد أن أسألك عن أهم مدونة كتبتي ونشرتي ولاقت يعني ردود أفعال من قبل متابعيك عبر المدونة. طوال الفترة الماضية عن مقتل، أسباب الحقيقة وراء مقتل الناشط الإيطالي فيكتور أرغوني في غزة، كيف قتل ولماذا ومن قتله وما هي الحيثيات قتله، أيضا تجربة سجني عند مباحث غزة في حكومة المقالة بقطاع غزة وضربي من قبل الشرطة النسائية. أيضا هاد أكثر مدونتين يعني كان عليها ردود فعل، ونشرت بعد ذلك في أكثر من مكان، ورشحتني لجائزة دويتش فيلا أحسن 11 مدونة في الوطن العربي في إبريل. أيضا أنا أريد أن أقول لك شيء مهم، أن أخيرا تدوينتي الأخيرة عن مسلسل محمود درويش ومدى سلبيته ومدى إساءته للشاعر محمود درويش أيضا لاقت كثيرا من الرواج والقراء وإعادة النشر في مواقع كثيرة. بالمناسبة أسماء، أنا قرأت هذه التدوينة، اسمحي لي، قرأت هذه التدوينة، أقول لك أن بعد هذه التدوينة هنالك من كتب عن هذا المسلسل ناقدا في الصحافة المطبوعة. أنت سبقتي الكثيرين والكثير من الصحف. اسمحي لي فقط لضيق الوقت، أريد الذهاب إلى أفراح ناصر في ستوكهولم عبر سكايب لنتحدث. نعم. أفراح، أيضا عن تجربتك يعني في نشاط الأنترنت وفي التدوين، ولديك مدونة. مدونتي صراحة بدأت كهروب من السقف اللي مطروح علي في الصحيفة، يعني كان مسموح لي أكتب في أي شيء ما عدا السياسة، وكنت دائما حريصة أن أنا أتجنب أكتب في السياسة لأني عارفة أنه عندي سقف في الصحيفة، فلهذا التجأت إلى التدوين وبدأت الثورة، وكنت أدون بشكل مكثف ويومي عن يوميات الثورة. ويعني من أهم التدوينات اللي لقت صدى كان آخرها رد فعلي عن ظهور صالح الأول
بعد ما تم إصابته في مسجد النهدين. كان في رد فعل كبير بالنسبة لهذه التدوينة، وحتى صحيفة لوموند الفرنسية اقتبست من تدوينتي، وأيضا كمان المقالات اللي تخص حقوق المرأة كمان تلاقي صدى كبير. وأذكر التدوينة اللي كتبتها عن التهديدات اللي كنت أتلقاها من قبل بلاطجة النظام الحاكم، كمان كانت تلاقي صدى كبير، وكنت ألاقي قراء يكتبوا لي يعبروا عن دعمهم وعن استنكارهم للتهديدات، تهديدات بالقتل وما إلى ذلك. طيب عماد بزي، يعني بدأنا هذه الحلقة بالعام ونريد أن ننتهي بالخاص، أريد أن أسألك عن معنى تريلا، هنا مدونتك الشهيرة، دلالات يعني إذا أحببت. تريلا هي باللهجة اللبنانية الدارجة هي تريلا هي الشاحنة الكبيرة التي تجرف كل ما يعترضها. هكذا كانت التسمية باعتبار أنه كنت أكتب عن مواضيع تعتبر محظورة في لبنان. أنت تعرف الجميع يظن أن لبنان بلد حر، بلد ديمقراطي يتمتع بهامش كبير من الحرية. هذا غير صحيح. أنا لا أزال مصرا أن لبنان الحرية فيه هي حرية اجتماعية فقط، ليست حرية سياسية ولا فيه تجربة ديمقراطية حقيقية. البلد يتأكله وحشان سياسيان يسيطران على كافة مفاصله. من هنا جاءت فكرة تريلا والشاحنة التي تعترض كل ما يروجه هذان الوحشان السياسيين، إن كان 14 أو 8 أدار، وكل ما يثنونه وما يمسكون به في هذا البلد. من هنا كان قرار المواجهة، قرار رفع السقف، قرار فضح كل ما يتعلق بقضايا الفساد وقضايا الإتجار وكل ما يواجه هذا البلد من قضايا، خاصة قضايا حريات. أنت تلاحظ أن مدونتي تركز كثيرا على قضايا الحريات. للأسف الناس لا تعلم أن وضع الحريات في لبنان متدهور للغاية. منذ أيام فقط جرى اعتقال مغني لبناني اسمه زيد حمدان، فقط لأنه كان قبل سنتين، وهنا هذه المفارقة الجميلة، قبل سنة أو سنتين كان قد نشر أغنية عن رئيس الجمهورية بعنوان جنرال سليمان. تصور أن وهنا على سبيل النكتة، لأن الفيديو موجود على يوتيوب ولأن الإنترنت في لبنان بطيء للغاية، قد تكون هذا هو السبب الذي جعلهم يتأخرون سنة كاملة حتى يقبضون طيب عليه ويسقونه إلى التحقيق. دعني أسألك عماد، قال فيها رأيه بصراحة. نعم. عن رئيس الجمهورية. طيب كم عمر هذه الشاحنة الإلكترونية التي تجرف تريلا، هذه الشاحنة الإلكترونية التي تجرف يعني قضايا الفساد وحقوق الإنسان التي تثير ربما هذه القضايا من خلال هذا الفضاء الإلكتروني، كم عمر هذه الشاحنة الإلكترونية؟ أنا بدأت التدوين في العام 98 بعد تعرضي للاعتقال من المخابرات السورية التي كانت موجودة في بيروت، ومنذ ذلك الوقت اتجهت إلى الفضاء الإلكتروني. لم تكن المدونة باسم تريلا، إنما كانت باسم آخر. كنت أستعمل الفضاء الإلكتروني لأنه كلما كتبت في الصحافة المكتوبة كنت أتعرض للتعذيب أو أتعرض للاعتقال، ولا زال أعاني حتى هذه الساعة من العواقب الصحية لهذه الاعتقالات. توجهت من العام 2000 من عام 98، أنا أول مدون لبناني اتجه إلى الفضاء الإلكتروني عبر الكتابة على قائمات البريد مثل ياهو وغيرها، إلى أن في العام 2004 بدأت التدوين باسم تريلا.org أو هذه المدونة، وهناك كان بداية هذا الاسم الذي لم أختاره أنا، أما اختاره بعض الأصدقاء. وهنا أذكر أنهم قالوا أنه يتناسب وحجمي وحجم ومستوى والسقف الذي أتناول فيه بعض القضايا، التي خاصة بما أني أكتب بمعظم الوقت باللهجة اللبنانية العامية، قد تكون بعض العبارات التي أستعملها هي عبارات من حياة المواطن اللبناني اليومية، وبالتالي قد يعتبرها البعض مهينة، إنما أنا أعتبرها حرية رأي وتعبير. طيب عماد، رامي نخلة، الكلمة الأخيرة لك، نقترب من نهاية هذه الحلقة، بدأنا الحلقة معك ودعنا ننهيها معك. دعنا نتحدث أيضا عن تجربتك مع نشاط الأنترنت، أعرف يعني باختصار سريع في ثواني إذا سمحت حتى ننهي الحلقة.
نعم، سأتحدث بصراحة بشكل موجز. تجربتي هي اليوم، وبصراحة أنا ظهرت بشكل كبير في الفترة المؤخرة، خصوصا مع الثورة السورية، وتم التعريف عن تجربتي بشكل كبير، لكن لم يكن واضحا بشكل مطلق أن ما أقوم به أنا اليوم هو النتيجة أو الثمرة لشبكة كبيرة من النشطاء على الأرض في سوريا الذين لم يكن لهم أي أنت تكمل مشروعا بدأته في الداخل، وتكمل مشروعا يعني يقوم به زملائك في الداخل. شكرا جزيلا لك رامي نخلة. أشكر أيضا ضيفي من بيروت عماد بزي، ومن القاهرة أسماء الغول الكاتبة والناشطة الفلسطينية، ومن ستوكهولم الصحفية والمدونة اليمنية أفراح ناصر. مشاهدين الكرام، انتهى وقت هذه الحلقة، لكن العلاقة معكم لا تنتهي. تابعونا على الفيسبوك facebook.com/anddemocracy، وعبر تويتر twitter.com/anddemocracy، واكتبوا إلينا عبر بريد البرنامج الإلكتروني anddemocracy@alhurra.com. ختاما تقبلوا تحيات فريق البرنامج وتحياتي محمد اليحيائي. إلى اللقاء. لن يحقق الديمقراطية إلا أبناء شعوبنا.